بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا كان البيت عبارة عن 24 ساعة هم ونكد وكآبة ومشاكل، يعني لا تمر ساعة من الساعات إلا وهناك مشكلة، إلا وهناك نكد، إلا وهناك من يثير حفيظة الآخر، كآبة 24 ساعة، هم 24 ساعة، مشاكل 24 ساعة. كيف تخلص بيتك وكيف تدفع عن بيتك الهموم والمشاكل والكآبة والأحزان إلى غير ذلك؟ قال آية الله الشيخ البهائي عندما سئل عن ذلك رحمة الله عليه، قال: لمدة أسبوع يقرأ يوم السبت 1000 مرة اللهم صل على محمد وآل محمد، يوم الأحد 1000 مرة يا رب العالمين، يوم الاثنين 1000 مرة يا ذا الجلال والإكرام، يوم الثلاثاء 1000 مرة يا قاضي الحاجات، يوم الأربعاء 1000 مرة يا أرحم الراحمين، يوم الخميس 1000 مرة يا حي يا قيوم، يوم الجمعة 1000 مرة يا لا إله إلا الله الملك الحق المبين. هذه الأوراد إما أن تقرأها، يعني إما أن تقرأها عفوا بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة المغرب أو العشاء، وهذا الأمر راجع إليك. تقول: ليس لدي وقت. في أي وقت تجده مناسبا لك، في أي وقت تجدين مناسبا لك، هذا الذكر، هذه الأذكار السبعة على 7 أيام، البيت يتخلص من الهم، من النكد، من الكآبة، كذلك من المشاكل 24 ساعة. النفوس تستقر، النفوس تطمئن، يرجع الهدوء لهذا البيت، الرزق، العافية، البركة يرجع في هذا البيت كله. وهذه من مجربات كبار العلماء. برنامج صباحات ولائية، أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.